انا صبش حمرت بس ما اعرف من مشتغل طولي حتى ميتك وصور عدل حتى زين متابعين الاعزاء مثل ما تشاهدون هنا هذا الخيط لحد هذيك المصيادة ما تشوفونها من الدنيا مو واضحة الا اطلع من هذا الضباب اشوف تابعين هذا الخيط ما نشوف وين 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 هم صدق هم زين جيت طاحت مصيادته خلنا نعدي نعدلها عدل هاي المصيدة محترمة يعني السويد ركب تك تك يا تكش صح متابعين من الخشبة للخيط مشدود بالخشبة خيط واصل هناك محضرين مؤداتنا مال الصيدية اصور لكم شلون على صيد الطير اي شيء الزواجل لا حطا على المصيادة وكلها حنطها منصي ولا دجاجات ماي طلع للبازيل هنا هم صيتن ماكو فرق خويا طين هاي الخشبة زينة هاي تعال صورنا لا لا ارجع لها تابعين يلا طين هاي العصر يعقوب طين هاي العصر كل متابعين يمشي اللايك اكثر من مليون الف نسيت اللايك بس ابي لايك سد غبي تهوين داس هيك يلا نشوف متابعين نشوف نص لا ان شاء الله ما تطيح مصيادتي متابعين ناكل بطل لا الخيط الخيط متابعين هذا الخيط زين الخيط متابعين ما يحتاج ايوه يلا متابعين الثاني لا يا عقوب لا صومك قبالها والله لا ما صادت يلا متابعين جاي تشوفونها لولا هاي دجاجة ماي سودة ما تشوفونها لولا خلنا اكبر لكم زوم هذيج هذيج متابعيني بس ما تبين بالفيديو مو دنيا المغربية لو المغربية كانت تبين بعد ما بيها معجات مشينا ايش ولك؟ ايش يلا؟ بعد ما بيها مجال دجاجة ما وراحت اختفت ثواني هذا كفر
كان هنا تعال شوفها. ماكو يلا خسرنا هاي المحاولة. تابعين شوفوا العصافير الطير الحطن وطبعا بد من صيادة هم نصيدها، بس العصفور لا صدناه يطلع من جوا. موكو هاي طالعة زيادة طراخ مع الصندوق. يلا متابعين يا حظ يا نصيب، الصيد ما الصيد هي هاي، يا حظ يا نصيب الصيد لو ما الصيد. اي ندري ما يفهمون افهم من عندي. اقعد على التاير نقعد انا وياك انت وراي هنا. يلا متابعين والله لو كاميرا تعطيني اياها الحراريه تعجبتها تعجبتها نمل هواي لو جاي. بس ما قدرت مال ابوي هي اول البارع صورنا عند اللقطه وقلت لابوي هسه جاي يشتغل ابوي مو هنا لا هنصور ونحاول نصيد. متابعين ارجع لكم بحلقه جديده لا صدق.